يفتح اللعبة عند حسين الشحات، حسين مكمل أيمن أشرف، حسين عايز يلعب العرضية يلعبها عند رمضان صبحي، يصلحها لعلي معلول، علي اللي بيفكر في العرضية على البعيدة جيرالدو، تترد المروان فرصة تانية، جيرالدو ممكن، جيرالدو ممكن جول، جيرالدو ممكن جول، جيرالدو عملها، الأنجولي في الوقت المحتسب بدل من ضائع يقطع الشبكة والكل نزل الملعب، هدف أهلاوي في اللحظات الأخيرة. يا راجل ده مدفع رمضان، جيرالدو بيطلق مدفع رمضان، جيرالدو يسجل هدف للنادي الأهلي في الوقت المحتسب بدل من ضائع في سقف الشبكة، ياخد السكند بول، سكند بول ايه يا راجل، قول التالتة، قول الرابعة، الكرة تردد كم مرة، جيرالدو يحط فيها كل قوته ويسجل هدف غالي للنادي الأهلي، هدف وثلاث نقاط من ذهب، عافر نادي سموحة، دافع بكل قوته، وحسام حسن بيعترض على ابو الرجال ويعترض على الحكم الرابع، لكن هدف في اللحظات الأخيرة، هدف في اللحظات الأخيرة من مدفع رمضان، جيرالدو، جيرالدو يسجل هدف في منتهى القوة، عيدها تاني، عيدها لنا تاني، شوف شوف جيرالدو وقف وظبط الجي بي اس وسجل بقدم اليسرى هدف رائع لصالح النادي الأهلي. طبعا لعيبة سموحة زعلانة لأن المجهود كبير اللي عملوه طوال ال 98 دقيقة، وأمين عمر نزلوا الجهاز الفني لصالح نادي سموحة، وهنشوف بقى لقطة من اللقطات اللي احنا ما بنحبش نشوفها، إبراهيم حسن نزل، هل أنهى اللقاء؟ هل أنهى اللقاء؟